الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أخي محمد طارق، سجلنا عليه كم يوما غياب؟ شي يومين. يومين هلأ بيت حما عنده، بيقولوا يا ليتني قدمت لحماتي، هم هيك يقولوا، فهنيئا له. لكن أنا بعرف إذا واحد كان حتى متزوج وعرسه وليلة العمر ما بيترك صلاة، ما بيترك صلاة الجماعة. هلا نحن عم نشتغل فيه ليش؟ مشان ما يغيب، رغم إنه في هلا شغلة عندنا بالدرس مهمة، بس أنا عم استخدم صلاحياتي لأني بحبه ونغار عليه، والجماهير عم تسأل وينه طارق. فإذا موضوع في بيت حما شو بيقولوا؟ بيقولوا كون صهر ولا تكون ابن عمه، هيك بيقولوا. طيب هيك نشرح لها بعد الدرس إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، هناك آية في القرآن الكريم نفيسة وغالية، وهذه الآية تتحدث عن زيادة تكريم الله عز وجل لأهل الجنة، وهي قوله تعالى: للذين أحسنوا، في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طب الحسنى نعرفها يا طارق، ما هي الحسنى؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الحسنى؟ الجنة. ما هي الزيادة؟ الزيادة هنا قال صلى الله عليه وسلم هي رؤية الله عز وجل، وهذا يعني حقيق بهم، يعني جدير بهم. لماذا؟ لأن الإحسان ماذا يعني يا طارق؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فكان الجزاء من جنس العمل. فكافأهم الله عز وجل لما راقبوا الله في أحوالهم وتصرفاتهم وفي سفرهم وإقامتهم وضعنهم وخلواتهم وجلواتهم إلى آخره، لما راقبوا الله ونظروا إلى الله عز وجل أكرمهم الله يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. وقال تعالى في وصف أهل الجنة: وأسأل الله أن يلحقنا بهم: وجوه يومئذ ناضرة. ما معنى ناضرة؟ أي سرور في وجوههم، وبشاشة في وجوههم، وسرور في قلوبهم. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة. فأسأل الله أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم. السؤال يا طارق اليوم، باعتبارك أنت غايب، الإحسان يكون في ماذا ولماذا؟ يعني الإحسان تحسن في أي الأمور تحسن، وإلى من تحسن؟ شو هي الأمور يظهر فيها الإحسان؟ طبعا هناك أمور كثيرة، سنكتفي ببعض منها يا طارق الخير. كيف يصل الإنسان إلى الإحسان؟ أولا من خلال نوافذ. النافذة الأولى: الإحسان إلى النفس. الإحسان إلى النفس. قبل أن أبدأ، من معاني الإحسان التي يذكرها المفسرون الإتقان. الإتقان يعني وأحسنوا، أي أتقنوا. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، أي أن يحسنه، أن يحسن صناعته. الآن نقول ما هي النوافذ؟ أول نافذة يا طارق ما هي؟ الإحسان إلى النفس. قال صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابي: ما أعظم الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
أن تعلم أن الله معك، هي أعظم الإيمان، إنك تعرف أن الله معك. والله قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فحيثما كنت واعتقدت جازما أن الله يراك، أنت تكون حققت أول مرتبة من مراتب الإحسان، وهي الإحسان إلى أين؟ إلى النفس. أن تحسن إلى النفس من خلال عقيدتك أن الله يرقبك، وأن الله ينظر إليك، وأن الله معك، وهو معكم أينما كنتم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، حتى حديث النفس الله عز وجل يعلمه. قال تعالى يعلم السر وأخفى، ما هو أخفى من السر؟ حديث النفس. إذا كان الله عز وجل يعلم حديث النفس ويعلم السر وأخفى، الأولى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخجل من الله قبل أن يخجل من الناس. طيب، إذن هذا أول أنواع الإحسان يا طارق. ثانيا الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، في آية حسنى. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طبعا أنا ما بدي أتحدث كثيرا عن بر الوالدين، أنا تحدثت كثيرا عن بر الوالدين، لكن الإحسان في بر الوالدين غير بر الوالدين. الولد بيكون مصلحجي له غرض، بابا الله خلينا إياك، نحن حسنة من حسناتك، تشتغل التلبسة وكذا، ليش؟ بده مصلحة، بس يخلص مصلحته ما يلتفت إلى أبيه. أما الإحسان في البر أنك تكون فعلا صادق في تعاملك وفي حنانك وفي حبك لوالديك، هذه مسألة هامة جدا. زين العابدين ابن علي رضي الله عنه وعليه سلام الله، كان من إحسانه ببره بأمه شو بيساوي؟ ما يأكل معه، فيقولوا له كيف أنت بار بأمك وكذا وما تأكل مع أمه؟ قال أخشى إن أكلت معها أن تسبق يدي إلى لقمة وقع بصرها عليها، فأنا بكون أكلت قبل ما هي عين عليها. الله يتوب علينا. وين شو هالإحسان ببر الوالدين؟ هلا بيصرخ على أمه مشان صاحبته، مو مشان مرته كمان. هو يعني هو المفروض ما يصرخ على أمه ولا مشان مرته ولا هلا مشان صاحبته بيصرخ عليها وكلام بذيء وقصص وكذا، ما في شيء. وهذا الجيل يا لطيف، يعني أنا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن بيقول ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، صح؟ أكثر مرة شرحنا. الآن الإحسان في بر الوالدين أنك أنت تراعي مشاعرهم، ما تكسر خاطره. أبوك حكى لك النكتة 10 مرات أو حكى لك القصة يا سيدي مو النكتة 100 مرة، عمل حالك كأنك أول مرة تسمعها. أمك ما بتعرف شو عرفها، كل يوم الآيفونات والموبايلات وقصص بتطلع جديدة، عندها موبايل هي فرحانة فيه مسكينة، بتتفرج على الصور، علموها الأولاد هيك، تيجي تكسر خاطرها إلا أنت شوفها همك شو كذا أو أبوك. هذا مو من البر للأسف. والله أنا بعرف ناس مو عندهم أموال بس مو موفقين. ليه؟ لأنه بيكسر خاطر أمه وأبوه، وهذه يعني للأسف لن يوفقوا. طيب كم وحدة صاروا طارق؟ ثالثا الله الإحسان إلى المجاورين لك، يعني جيرانك. في أنت عندك علاقة وقرابة جغرافية وقرابة نسبية. الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصحب بالجبي وابن السبيل. أي واحد من جيرانك بدك تحسن إليه تكرمه، أي واحد من أقربائك بدك تكرمه. يعني مثل ما قلت لكم هناك قرابة جغرافية، يعني جارك قريبك، وقرابة نسبية. فمن أراد أن يكون من المحسنين لابد أن يكون محسنا إلى جواره ومحسنا إلى أقربائه. شو الدليل يا طارق؟ قرأنا الآية وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. رابعا يا طارق الإحسان إلى الضعفاء
والمساكين. ألا أنبئكم بأقرب ما يتقرب به المتقربون؟ بلى يا رسول الله. شو هو؟ قال التغابن للضعفاء. يعني أنت أحيانا بتروح تشترك من عند رجل فقير، فأنت بتغشم حالك وتتغابن أمامه. ليه؟ مشان ما تكسر خاطره وتعطيه يعني الإحسان، تجبر خاطره بالإحسان، ما تكسر خاطره أبدا. ويعني بيقولوا أنه غلبني وغلبته، لا، أنت بتكون مغلوبا لأنه فقير ولأنه ضعيف، فبتجبر خاطره بدون ما يعني تظهر قدراتك. ولا، التغابن للضعفاء هذا من الإحسان صلى الله على سيدنا محمد. الله الله الله، يعني ما تكسر خاطر حدا. هلأ أنا اليوم عم نمزح مع طارق الله يرضى عليه، طبعا في أثر يقول ليس منا من حمر وجها، يعني ما يخجل الناس، ليس منا من حمر وجها. هلأ في واحد متخصص أنه يخجل الناس، بيجي مثلا بده يسأل سؤال بالفقه باللغة العربية بالتجارة، بده يظهر عضلاته أمام الناس، يعني هذا ما ينبغي، لا يليق بأهل التربية. بالشام شو بيقولوا طارق؟ المربى غالي، لأن المربى يعني يكون هيك عالي جدا. ما نكسر بخاطر أحد، ليس منا من حمر وجها. طيب كم وحدة محمد هلأ؟ أربعة. نحن وين صرنا هلأ طارق؟ خامسا. ما طيب الإحسان إلى المخالف لك بالدين، وهي بدي خليها درس الأربعاء بمناسبة الكريسماس. يعني هي أنا كل سنة نفس السؤال، بجوز أنهني إخواننا المسيحيين كل سنة، وطارق الله يرضى عليك حضر سنوات، فأنا مخلي درس الأربعاء إن شاء الله. الأربعاء بيصادف الكريسماس، مزبوط طارق؟ الأربعاء هلأ السبت بيصادف 26 والجمعة 25، معناته الخميس، يعني منيح قبل بيوم نشرحها. طيب الإحسان هلأ نحن سادسا، الإحسان خامسا، ما خامسا الإحسان إلى المخالف لك في الدين، رح أشرحها درس كامل اليوم الأربعاء. لكن في رجل من علماء اسمه الأعمش كان دمه خفيف، فسأله واحد قال هل يجوز أن أقول خيرا لرجل مسيحي؟ هلأ للأسف في ناس جهلة يقول له نهارك سعيد، هذاك شو بيقول له؟ هي للأسف يعني سمعتها، يقول له هذاك، يقول له نهارك سعيد، يقول له نهارك سعير بالراء. شو بيقول له هذاك؟ يقول له نهارك سعيد، لأنه جهل وحمق، نفكر أنه ما بجوز يهنئ الناس. مين قال هذا الكلام؟ الإسلام مو بس كل الشرائع السماوية، كل الشرائع جاءت باللطف بالحب بالمحبة. معقول الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في ديني ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله قال يحب تبروهم وتقسطوا إليهم، بدك تبره وتحسن إليه وتكرمه. الإحسان إلى المخالف لك في الدين. فقال للأعمش هل يجوز أن أبارك لمخالف لمسيحي؟ قال أوليس هذا إنسانا؟ قال بلى. قال أما قال الله وقولوا للناس حسنا؟ الله قال بسورة البقرة وقولوا للناس حسنا، ما بجوز سلم وبارك له وسؤال. هل الفرح بسيد، ما بدي حقيقة، ما أنا مخلي الموضوع لبكرة ليوم الأربعاء، هل الفرح بالأنبياء مشروع أو غير مشروع؟ الفرح بمولد الأنبياء حرام ولا حلال؟ طبعا حلال، بل إن الله عز وجل أفرد سورة كاملة في القرآن عن مولد سيدنا عيسى. فأنا بغض النظر، في ناس بيطلع لك واحد يقول لك بس سيدنا عيسى ولد بالصيف، فليكن ولد بالصيف بالخريف بالشتاء، مو هذا موضوعنا. أنا عما هو يعتقد أنه ولد في الشتاء، طيب أنا عم بارك له، أقول له مثلا كل عام وأنتم بخير، شو المشكلة؟ لا علاقة لي بالتثليث ولا علاقة لي بالشرك، أنا أهنئه بمولد سيدنا عيسى، هو يهنئني بمولد سيدنا محمد، انتهت القضية هنا. ما في داعي ندخل في قضايا
وأشياء يعني حقيقة من العيب أن نتحدث فيها. أما ما يرتكب من معاصي هذا لا علاقة له لا بسيدنا عيسى ولا بسيدنا محمد ولا بأي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنا أقصد أنه هو يعتقد أنه اليوم لسيدنا عيسى، أنا بفرح بسيدنا عيسى نعم، وأنا أولى الناس، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. طيب، سادسا يا طارق، الإحسان إلى الحيوانات. أنا أذكر أن إحدى النجمات العالميات كانت شو كان اسمه والله ما بعرف، كانت زعلانة مشان أن المسلمين يذبحون الخراف. أنا زعلانة، نحن ديننا يعني سيدنا رسول الله قال إذا بدك تركب على دابة، أيام زمان ما كان لا في مايباخ ولا مرسيدس ولا سيارة، كان فيها الدواب وأنتم كرامة، قال هي الدابة إذا بدك تركب عليها لا تحمل فوق طاقتها، فرب مركوبة خير من راكبها. يعني هي بتذكر الله وبتصلي يعني تسبح الله عز وجل، واحد هو يكون منكر وجود الله ويبارز الله بالحرام وجاهر الله. فواحد حتى النبي قال شاف مرة واحد عم يذبح خروف أمام واحد ثاني، فالنبي غضب منه قال من أراد أن يذبح شاة فليحد شفرته وليرح ذبيحته، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. شفتوا الإحسان وين؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الله. طيب، سابعا يا طارق، الإحسان في الصبر عند المصيبة. الإحسان في الصبر عند المصيبة، ليش يعني؟ شو يعني؟ يعني واحد أصيب بمصيبة كانت في ماله، لا قدر الله في أولاده، في شو بيساوي؟ هل يكون ساخطا على الله؟ لا، ما بيسخط على الله عز وجل. الإحسان في الصبر على المصيبة إنك أنت تقابل المصاب برضا. هذا. أما في واحد كيف الحال؟ الحمد لله أخي طارق، الحمد لله، هذا كثير يعني ما شاء الله، هذا الإحسان. لا، فعلا من قلبه هو راضي، الحمد لله، لله ما أخذ وله ما أعطى، لله ما أخذ وله ما أعطى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله من قلبه برضا، هذا الإحسان في الصبر. طيب، واصبروا إن الله يحب المحسنين، يعني ما يشتكي الله عز وجل لخلقه. الله، كم وحدة صاروا؟ 7. ثامنا، الإحسان بالحوار. ونحن هي لوحدة بدها درس، يعني الآن في عنا إحسان بالحوار. إذا اختلفوا مشان أي قضية، يا لطيف شتائم وبذاءات. الدليل في القرآن الكريم، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الله قال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ليش؟ أحد السلف قال له أحد الناس دلني على الإحسان في الحوار، قال أن ترتفع بمستوى حديثك ولا أن ترتفع بمستوى صوتك. قال كيف يصل إلى الإحسان بالحوار؟ قال يرتفع بمستوى الحوار لا بمستوى الصوت. الله. تاسعا وقبل الأخيرة يا طارق، الإحسان في الخصومة. كيف يعني إحسان في الخصومة؟ واحد اختلف مع إنسان، واحد اختلفت مع واحدة، حكت عليها، قالت عنها، واحد كلم على واحد إلى آخره. قال تعالى الآية حافظين أنتو، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عم يقول أنه الله قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ليه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان في الخصومة إنك أنت تكون المبادر، إنك أنت تسامح، إنك أنت تتجاوز. الإمام الشعراوي الشيخ متولي الشعراوي عليه سحائب الرحمة قال بيت من الشعر
عند تفسير هذه الآية جميل، يعجبني أن أنقله لكم. يقول: يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، واحدة حكت عليك، واحدة حكت عليك، واحد حكى عليك، يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، ادفع فديتك. شو بيقصد ادفع بالتي؟ أحسن، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. شو الآية تقول طارق؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ليه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالشيخ شعراوي يقول: إذا دفعت بالتي ادفع فديتك بالتي، يعني ادفع بالتي أحسن حتى ترى، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي، حتى ترى فإذا الذي، يعني حتى ترى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اليوم طولنا عليكم. آخر وحدة عاشرا يا طارق. الله، الإحسان في العمل، إنك إذا اشتغلت شغلة تتقنها. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. في شيء عندنا بالتفسير يا طارق اسمه أسباب النزول، صح؟ شو أسباب النزول؟ يعني مثلا الله قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، انتبهوا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. هي الآية نزلت سبب، لها سبب نزول، أنه واحد جاب خيط أبيض وخيط أسود، فالآية بيّنت أنه لا، هو المقصود هو الليل والنهار. آيات كثيرة لها سبب نزول، تمام؟ بالحديث النبوي في شيء اسمه أسباب ورود. شو اسمه؟ أسباب ورود. والعلماء ألفوا في هذا كتبا خاصة، أنه هذا الحديث شو قصته؟ يعني نبي مثلا قال حديث معين، شو السبب؟ فلما أنت بتفهم سبب الورود بتفهم الحكمة. يعني مثلا عند السادة الحنابلة بيقولوا إذا واحد أكل لحم جمال بده يتوضأ، طبعا هذا ليس من نواقض الوضوء، لكن شو دليلهم؟ حديث أنه من أكل لحم جزور فليتوضأ. خلاصة الموضوع سبب ورود الحديث أنه الصحابة كانوا مع النبي أكلوا بعزيمة لحم الجمال، فدخل النبي المسجد معاهم فشم ريحة مو لطيفة، مشان ما يكسر خاطره. العربي كان يعني شغلة كثير كبيرة أنك تتهمه، أو شغلة أنه يعني أنا سمعت أنه في بعض الدول الأوروبية يتضارطون في المجالس، هذا موضوع عادي. حكيت لكم عن واحد مرة سافرت أنا من وين؟ من نيويورك، من باريس لنيويورك، أو عفوا من نيويورك لإسطنبول، 8 ساعات واحد طول الطريق ما شاء الله يعني سيمفونيات. أنا ما بيخجل، حتى ناديت المضيفة أنه شو يعني، العربي كان عنده شغلة كبيرة، يعني قتله أهون من أنه يعني. فالنبي مشاهد ما يخجلون صلى الله عليه وسلم، قال: من أكل لحم جزور؟ مين أكل لحم جزور؟ كلهم قالوا، قال لهم: أنا كمان أكلت معكم لحم جزور، خلينا نتوضى. ليه؟ مشان ما يفضحوا. شوف اللطف النبوي. هلأ واحد شغلته واحد بس هيك يتبع الناس ويخجله، مو حكينا الأثر؟ شو الأثر يا طارق؟ ليس منا من حمر وجها، يعني ما يخجل الناس صلى الله على سيدنا محمد. طب هذا شو له علاقة بموضوعنا؟ الموضوع هنا أنه في حديث أنتم كلكم حافظينه: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. حكيت لكم مرة شو هذا العمل، شو سبب هذا الحديث؟ سبب هذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم راح مع صحابة يدفنوا واحد، تمام؟ فلما دفنوا يعني القبر ما سوروه بشكل جيد، يعني القبر هيك كان بعثر التراب حوله، فالنبي قال: سوروه. فيعني رسول الله قال يعني لا ينفع الميت ولا يضره، هذا شيء يعني رتبنا ولا. قال: إن الله، شوفوا النبي عم يحكي الكلام إنه تقين العمل حتى لواحد، هذا الحكي لواحد في القبر، يعني لا ينفعه إذا رتبت القبر والمعرفة هو مات. إن الله يحب من أحدكم عملا إذا عمل عملا أن يتقنه. هذا من باب أولى، إذا كان النبي عم يحكي عن واحد ما بينتفع بإتقان وقال لك اتقين العمل، من باب أولى، أنه في أمور أهم بكثير أنك أنت تكون فيها متقن.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وأن يجعلنا من أهل الحسنى وزيادة. يا رب العالمين اغفر لنا مغفرة عامة شاملة، تب علينا توبة نصوحة، اختم لنا هذا العام ختام خير وأمان وسلم وسلام، وارفع هذه الجائحة وكل الأمراض عن العالم في القريب العاجل، واشفي وعافي جميع المرضى برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.